السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شركة المحيط للسياحة والسفر في ماليزيا. معنا عميل الشركة الأستاذ يوسف سليمان من سلطنة عمان من مسقط. أخ يوسف، آراءك وانطباعك حول شركة المحيط من حيث الحجوزات وأيضا المواصلات. يعني الحمد لله الحجوزات كل شيء الأمور طيبة الحمد لله، ما في أي مشاكل الحمد لله، وكان السواق على حال تواصلين مع بعض كل شيء طيب. يعني المواصلات كيف شفت المواصلات يعني؟ مرة الحمد لله تمام. الجولات السياحية اللي تكون تخرجها كيف الأماكن اللي زرتوها؟ والله الأماكن كانت روعة، الأماكن كانت يعني تستاهل الشخص يعني يزورها. تستاهل مرة ثانية وأكثر من مرة. طيب أسلوب السواقين وتعامل السواقين يعني معاكم كيف كان تعامل السواقين؟ كانت الحمد لله أوكي، مرة الحمد لله ما اشتكينا. يعني ما واجهت اي مشكله سواء كان في كوالالمبور او سلنجور او لنكاوي او بيني؟ لا والله ما الحمد لله الامور طيبه. طيب عندك حاجه تبغى تتكلم عنه ولا شيء؟ والله الحمد لله ما قصر الامور. طاقم الشركه يعني حب يعني تشكر طاقم الشركه كامل. والله جزاهم الله خير. يعني ايش اقول لك، انا ما اقدر تعبر عن هذا الشيء. اي نعم ما اقدر يعني. شكرا جزيلا لك اخ، جزاك الله خير يوسف، وان شاء الله اتمنى لكم ان شاء الله رحله سعيده ان شاء الله في التوفيق. ان شاء الله راح نزور مره ثانيه ان شاء الله.